النهارده هنشرح تمرين الكتف الامامي بالدمبل والكتف الجانبي برضه بالدمبل رفرفات. ركزوا معايا في السناب الجاي. يلا بينا يا شباب. المسكه تكون امسك الدمبل كويس، تكون ايديا قدام شويه، حاول بلاش في الجنب الزياده، تبقى قدام شويه، في انسلاق بسيط خالص في الكوع، يعني ممكن اتني كوع ثانيه خفيفه خالص مفيش مشكله، هطلع خط مستقيم وارجع ثاني بشويه شويه شويه، ممكن اخد نفس وطلع نفس مفيش مشكله. بعض الناس بتلعب الاثنين مع بعض مش غلط برضه، بس انا بفضل تلعب ايد وتنزل وعين الثانيه اشيل بقى عندي باور كويس، اطلع بدايه سواء يمين او شمال. تمام، يبقى احنا في انسلاق بسيط في الكوع، اطلع لمستوى الكتف حاجه بسيطه، ما اطلعش زياده فوق، لا لحد مستوى الكتف تقريبا وارجع تاني شويه شويه. بلاش بقى تلعب بسرعه وتحرك ظهرك دي، لا اطلع بالراحه وانزل بالراحه. اوكي يلا. الكتف الجانبي الرفرفه الجانبي هحاول بقدر الامكان اخلي ايديا هنا في المنطقه ديت، بعض الناس بتبدا من هنا مفيش مشكله برضه، بس انا بفضل اثنين ايديا في الجنب هنا، هطلع برضه لمستوى كتفي وارجع تاني، في انسلاق بسيط خالص في الكوع، برضه ما افردش كوعي قوي، لا في انسلاق بسيط خالص في الكوع يمين وشمال، بحاول اخلي الحركه من مفصل الكتف نفسه، بلاش احرك ايه زياده الكوع بتاعي، لا تكون الحركه من مفصل الكتف. اوكي يبقى انا هنا واقف اطلع يمين وانزل بعدين شمال وانزل، برضه ممكن العب اثنين مع بعض مفيش اي مشاكل، بس برضه ما احركش ظهر كتير، لا في ثبات اطلع بالراحه وانزل بالراحه، بمستوى كتفي برضه وانزل تاني، ما ارفعش الزياده فوق. اوكي لو برضه لو عاوز اخد من قدام مفيش مشاكل برضه. في بعض الناس بتلعب كده، ده صح وده صح. اوكي يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا.